بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم مازغنين وفي مازغين، إريفيين تيريفيين، ماني مهجم. نتمنى إن شاء الله يا ربي أتيرين بخير وعلى خير وصحة ورداف أتيرين به إن شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا وكنشكركم جميعا على كلامكم الطيب وعلى الاشتراك ديالكم في قناتي. شكرا، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الخير، ويعني بارطاجيو القناه معايا مع الاهل ديالكم ومع الاحباب ديالكم. هذا الشيء كله فضلا منكم وليس امرا، وان شاء الله بكم المتتبعين الاعزاء غادي نزيدوا القدام والقناه غادي تزيد القدام ان شاء الله. كتشجعوني من كنلقى التشجيع منكم، يعني كنتشجع انني ندير لكم فيديو. هاد النهار غادي واحد الموضوع جديد كنرحب بكم به في هاد الموضوع الجديد ان شاء الله. يعني غادي يكون شويه خاص للامهات او الاباء، اللي كنقول لهم رقيوا الابناء ديالكم. راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيرقي الاحفاد ديالو الحسن والحسين، كيقول في واحد الدعاء ديالو من كيرقيهم: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شياطين وهامة وكل عين لامة. يعني الإنسان يرقي الأطفال الصغار، لأنهم يعني الأطفال بحكم أنهم الحمد لله يعني كتحط عليهم العين. كاين الناس اللي ما كيقولوش تبارك الله ولا ما شاء الله قبل ما ندعو الأولاد ديالنا ونخرجوهم، ولا غير يفيقوا في الصباح نرقيوهم بهذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا الدعاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالمعوذتين وبالفاتحة وبصورة الإخلاص وبآية الكرسي وبخواتم سورة البقرة. يعني الحمد لله القرآن فيه كله شفاء. يعني الإنسان يرقي الأبناء ديالو والأولاد ديالو، خاصة اللي كيخرجوا في الصباح كيمشيو للمدارس. المهم يعودهم، اصلا هذه راه فيها الاجر، يعودهم على قراءه القران في الصباح، لانهم حتى هما غادي يتعودوا واحد العاده حسنه، غادي يبقاو منين يكبروا ما يخرجوا من الدار حتى يقراوا القران. وكله يعني القران كله بركه وكله شفاء. ولكن مع الاسف كاينه واحد الظاهره ديال استعمال هذه الماده، عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ شوفوا مزيان، هاد المادة هي الشبة. كاين بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا في الرقية ديالهم الشبة، يا اما بقراءة مع قراءة القرآن، ولا نهائيا ما كيقراوش معها القرآن نهائيا، كيشدوا هاد الشبة كيديروها في شي كسرونة ولا في شي معلقة كيديروها على النار، وهي كتبدا الشبة بحكم يعني المواد اللي فيها يعني والمعادن اللي فيها كتبدا كتبقبقها. ها كيقولوا صافي راه خرجنا العين وقضينا على العين وقضينا على الشياطين وطردنا الشياطين وطردنا السحر وطردنا العين بهذه المادة التي لا حول لها ولا قوة. هذه المادة يعني شنو الاختصاص ديالها؟ انها مضادة للبكتيريا ومضادة للتعفن. يعني الناس القدام فاش كانوا كيستعملوها؟ كانوا كيستعملوها هذه الشبة في الدباغة، في صناعة الجلود، لان منين كنسلخوا الحولي ولا البقرة ولا باش ما تضيعش داك الجلدة ديالهم، الجلدة ديالها باش ما تتعفنش ودير ريحة، شنو كيديروا لها؟ كيديروا لها الشبة مدقوقة، كتكون مدقوقة كتحافظ على داك الجلدة وكتحافظ. راح يعني بالنسبة للناس اللي كيديروا الهيدوراء ديال العيد، يعني حنا دابا ما بقيناش كنديروها، ولكن ملي كنا كنديروها راه كانت الوالدة كدير لها الشبة باش ما كتعفنش. يعني كنعرفوا بأنه الشبة كتحافظ على كتقضي على داك التعفن وكتقضي على الروائح وكتقضي على البكتيريا، يعني الجراثيم اللي ما كتبان ليناش راه الشبه كتقضي عليهم. يعني هذا الشيء هذا هو المجال ديالها والاختصاص ديالها، انها يعني ولهذا الناس دابا حاليا كيستعملوها في المواد المزيله للعرق، يعني في المواد ديال الكولونيات، ولا كيدبوها وكيديروها مع شي كريم وكيستعملوها كمزيله للعرق والرائحه ديال العرق. ولكن كاينين الناس اللي يعني كيدخلوا في الشبهات
كيديروها العين، هي راها لا تصلح للعين. يعني الانسان يرقي الابناء ديالو والاولاد ديالو بكلام الله وباي دعاء يعني جائز شرعا، يعني اي دعاء ولو بالعربي، يعني ولو انك ما حفظتش الدعاء. الانسان كيقول يا ربي تحفظ لي ولادي، يا ربي تحفظهم من العين، يا ربي تحفظهم من الشياطين، يا ربي تحفظهم من السحر، يا ربي تحفظهم من العين. يعني هذا الشيء الكلام الجائز اننا اللي نستعمله في الرقيه، ولكن باش نجيبوا الشب ونضيعوا داك القران وداك الدعاء اللي كندعيو ونضيعوا بالشب في اعتقادنا ان داك الشب منين كيدير داك كيتبخر هكا كيدير داك كيتبقبق كيدير داك العيون صافي راه كيطرد لينا الشياطين وكيحيد لينا العين وكيحيد لينا السحر. هذا راه خاطئ، يعني ما نستعملوش هاد المواد وهذا الشيء اللي غادي تزيد علينا الاثم. يعني من الافضل الانسان يبعد ليهم، الانسان يقرا القران، راه القران كله شفاء. ورقيوا الابناء ديالكم الصغار، راه حتى من العين ديالكم اذا كتكون معجبه، حتى من عين معجبه يعني الانسان يرقيهم لا مانع. في مازيغنينو نهار ما مش نير قصد غدا الطص، الاباء الامهات الوالدين يعني اللي غاتجي حمج عليهم مزيانا، قمسنا الرقيه يحمج عليهم مزيانا، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قد غيتك الرقيه يويو النس الحسن والحسين يقارصن اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شياطين وهامه وكل عين لامه. ويبقى خصنا قل هو الله احد، ويبقى خصنا الاخلاص، يعني الاخلاص هي قل هو الله احد، يبقى خصنا المعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، يبقى خصنا خواتيم سوره البقره، ايه الكرسي، سوره الفاتحه، يعني القران الحمد لله مارض الشفاء ومارض الرقيه. ولكن ذي النشان الظواهر احنا جاني مزيانا يخصص نسرمد، يعني ثاني الطبيعة الصباح ما مش يعني العاده اني الطبيعة طبيعه الصباح ما يمي سرم مادي حنجر وتسرانا كل نهار من مد كان على الصباح في قضاصنا القران، ما تسكيت نغى المدرسه قبل غير راح نغى المدرسه في قضاصنا القران تغي ما كيسن في مغا كيسن خميته في غف غني هنا وزما لا فغر زيد الدار قبل اغاغ القران، يعني تغي ما غاسنيش العاده حسنه ضيف الاجر يعني قام القران الكريم، وفي نفس الوقت تقنيج الحمايه من العين ومن السحر ومن الشياطين. يعني سيكو الشي بوركي القران مرض الشفاء مرض الدواء. ما مشني ذيني شن يوذن شن الظواهر انه يوذن استعمال الشب الشب اقف الشب باش الكسن في الطويل يوذن نير باش الزرن الشياطين، وثاني تاق يعني العدسه قد يسمت الاثم وها وهذه النور هذه من الحديث الذي الكتاب الذي السنه الذي يعني انه تو استعمال الشب باش هذا الخسنت في الطاوي. الشب ما ينفع ينفعنا باش الحاج الوضع الخصاء التعفن ينفعنا غير نقل بكتيريا يقطع خريحة ويحري باش تو غتستعمل لي وداني قديما قاتو غتستعمل النت يخميني التكسنطي ضاع لي حوريا ني غنيني فوناس المهم فير مشتني باش واحد ضيع استعملت لي الدماغ بوركي تصنع مزاي صاروخ تصنع مزاي ستيسيرات تصنع مزاي كلشي من داك التقن باش واحد تخصا فرمشتني تقناس الشب، يعني واتقى الريحف وتخصا الشب اقها من يوم اللي دي خقصي ربي العالمين. ايوا عاود نقول شي نطسني ولا نزار خوب بدا نستعمل النت في قولونيا ثني تكسنا الريح تنفيذي وردي وذان تدزن النت تقن التكشان كريمه تمس النت باش واحد سني تجيجا الريح تنفيذي وفعلا فعال غاسجن الفعاليه الصبح ويتصق قان تقي السمرير يعني مبيض بحكم كولور النص، يعني انت واي تجيبو الرقيه ما مش تقني وذاك تكسن شويه تيجن تمرصوت تقن تيشان تغنجاشني غيشان تكسروت تقن تخمسي بدا يتبقبوق يتكفي الطاويني قال الصافي ويا وصافي قنكساس في الطاويني وذاك يبناد مني تقى الشبكه ويتكس وهي الطاويني وذاك. يعني الانسان يلقى يخف النس سواء اني مزيانه ملي غنقرانا نظير قايخ في النس كلام الله وذير قا غادي هذه هي الدعاء الى الزيوسين غنقمو من النس، يعني اتفديس الكلمات النس جائزه ما فهمتيني وغادي سنتبو شان الشبهه وغادي سنتبو ولا نس يا سيدي ربي سكن فاي يا سيدي ربي سبعد خافي ديال الطويل نيو يا سيدي ربي سبعد خافي الشيطان يا سيدي ربي سبعد خافي السحر يعني الشر الخلق. يعني مو الانسان اللي دعا غير على القران اللي دعا ست دعوات ان جان جائزه افديس ندعى
يعني ذواني تاع فيديو ينو نهارا يعني ويستعمل بوثاني تاع ليس الشوبوها قثاني تاع وتكس بوثاني تقع عليك هذا فوي ليس نور تي طاوين يوذا فدي بعد ضرب تكسي شي تي طاوين يوذا قا يعني ليس المعادن من زخ من تخمس تقد قني وبقبق يعني قاس المعادن من ليس ذواني تاع فيديو ما مش نغ نهارا غام القرء خطاوة النبخ خطاوة لوم خي حنجعلوم وسر بذن تنور المهنية أضغى القرآن خيخ في السن أيوة أتمنى إن شاء الله إيري المس جيلو يوض إيري فيديو ينوع في ممس إيري يوض إن شاء الله يا رب العالمين ذني تاء أدو مني مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله المتتبعين أعزاء هنا غادي نكمل معكم الفيديو ديالي غادي نوصل النهاية ديالو كنتمنى إن شاء الله أن الفيديو ديالو الفيديو ديالي تكونوا فهمتوا والميساج وصلكم والله يحفظنا ويحفظكم جميعا ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ربي يعيننا اننا ما نديروش شي حاجه اللي فيها شبهه ولا نديروا بها الاثم يعني نزيدوا الاثم كنقراو كلام الله بلا ما نزيدوا هاد الاضافات وهاد الشبهات يلا مع السلامه الى فيديو اخر والى اللقاء استعملوه كمزيل للعرق لانه فعال 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 عن تجربه